مساء الخير في هذه النشرة الخاصة بانتخابات النمسا. حزب الحرية احتل الصدارة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في النمسا تقدم حزب الحرية النمساوي FPÖ بنسبة 28.8% ليصبح الحزب الأقوى للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وحل حزب الشعب النمساوي FVP في المركز الثاني بنسبة 26.3%، بينما جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPÖ ثالثا بنسبة 21.1%، وبلغت نسبة المشاركة 77.9%. وعبر هيرت كيكل رئيس حزب الحرية عن شكره للناخبين، فيما أعلن المستشار كارل نيهما رفضه التحالف مع حزب الحرية. أما الرئيس النمساوي ألكسندر فان دا بيلن أعلن أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي الأسبوع المقبل. النمسا تؤدي استحقاقها الدستوري في انتخابات النمسا للعام 2024. فتحت مراكز الاقتراع في النمسا اليوم الأحد لإجراء انتخابات تشريعية، وكان من المتوقع أن يحقق فيها اليمين المتطرف فوزا تاريخيا بعد 5 سنوات من ائتلاف بين المحافظين والخضر. وشارك نحو 6.3 مليون ناخب من إجمالي 9 ملايين نسمة في الانتخابات التي بدأت في 7 صباحا بالتوقيت المحلي وأغلقت على 5. وفقاً لاستطلاعات الرأي تصدر حزب اليمين المتطرف بنسبة 27%، يليه الحزب الشعبي المحافظ بنسبة 25%، فيما حصل الخضر الشركاء في الحكومة الحالية على 8%. كانت هذه هي النشرة الاستثنائية الخاصة بالانتخابات. كنت معكم أنا ريم أحمد، وإلى اللقاء.